يلا يلا لحظة اوكي الكلاب من عندك يعني مين الكلاب بده يكون خلص مين بده يعمل الكلاب يا شباب حدا مش على الكاميرا بس يلا بس اكتب قدام الكاميرا ريان انت لا يلا عدوا يا جماعه تيك 1 ولكنني في الطريق إلي وجدت الطريق طويلة لا تخف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل ولكنني في الطريق إلي وجدت الطريق الطويلة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر وإن على موعد يا حبيبي فليس يخون التراب الشجر غيمة غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر وإن على موعد يا حبيبي فليس يستجيب القدر لا تخف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا فحبك عاصفة لا خيار ومن قال إني تركت دياري ما دام قلبك في العمر دار أحبك لا شأن لي باختياري فحبك عاصفة لا خيار وأهزم باسمك كل جراح سهلا فيكن عنا بالبيت آخر حفل عملناه سوا كان بالضبط من سنة
وبهالسنة مرق علينا كتير قصص، انتشر وباء كورونا ومرينا بظروف كتير صعبة، بس نحن كتير اشتقنا أنه نغني سوا. صح، هذا أول أونلاين كونسرت بنعمله، بس إن شاء الله نرجع نلتقى بالمسارح. وبدنا نتشكر أكيد المجمع الثقافي بأبو ظبي على هالفرصة الحلوة أنه نرجع نغني، لأنه ما في أحلى من الموسيقى بأي شكل من الأشكال. صح ريان؟ صحيح. يلا نبلش. يلا. أكتر شي بحبه بهالبيت هو الشبابيك، كل واحد فيهم إله قصة بتذكرني فيك. من هالشباك أول مرة شفتك وقلبي داب، وعلى هالشباك استنيتك ترجع بعد غياب. كل الشبابيك بتذكرني فيك، وأكتر شي بحبه بهالبيت هو الشبابيك. No.
طب كيف عيني بعتهن حبيبي يسألوا يطمنوا علي كيفك انت فيا طب كيف عيني بعتهن حبيبي يسألوا كيفنا طيب؟ محبوبي
نهاوند هاي تغنيها.
وشغلتها عيون فمات سحر الجفون. أيوة أيوة، ليه مش عاملين لايف على المسارح الغنية من قبل؟ وليد ما بيكون جايب البونجوس. لا بتكبري ولا بتصغري، ما بيشبه جنونك حدا فيك. العمر شمت عطر وكتير ماشي عالهدى. لا بتكبري ولا بتصغري، ما بيشبه جنونك حدا فيك. العمر شمت عطر وكتير ماشي عالهدى. هالغنية يلي هلأ رح نغنيها
صار عمرها 6 سنين، أنه مثل هالأيام من 6 سنين بلشنا شغلة عليها، وإلها ذكرى يعني دايماً هيك مميزة بقلبي، لأنه أول شيء أول غنية لإلي ونعملت بإيدين المحبين، يعني أنتجت عن طريق تمويل جماعي، وكل اللي اشتغلوا فيها يعني موجودين معنا اليوم. حاسة أنه كبرنا معها يعني، كمان خاصة أنه ما في حفلة عملناها ما غنيناها، فدايماً إلها هيك يعني مكان بقلوبنا. وليد، نضال، جهاد، بشار، ريان، شو رأيكم؟ وحتى يعني هندسة الصوت هلأ حقول اسم شخصين هن بيحبوا يضلوا هيك ورا الكواليس، يعني ما بيحبوا كتير الضوء، بس حتى جون مدني مهندس الصوت هو يلي سجل لنا اياها باستوديو، وحسام عبد الخالق يلي كمان وقت أشرف على كل العملية يعني. فضلنا سوا على السراء والضراء، هلأ احنا عملها بأونلاين كونسرت يعني. مين كان بيقول يلا؟ عيناك حلم الذي سيكون كبيرا كما يحلم المتعبون، كبيرا كخير بلادي، يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزا إلى الجائعين، يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزا إلى الجائعين. أحب يديك، أحب يديك وأكثر أكثر أحب بلادي. كيف ريان؟ Very nice.
نسينا نقول انه ايه نسينا نقول انه ألحان وتوزيع كمان ريان الهبر كلمات اكيد مهدي منصور صديقنا اللي هو مش معنا بس معنا بكذا غنية. إن شاء الله تكونوا مستمتعين قد ما نحن مستمتعين. على فكرة الشباب كلهم متسمين بس مش مبين لأنه حاطين كمامات. شو أنا ونضال مثلا مبين. أوكي.
تسأل الوردة كيف بالعطر سرا يغني ويملأ الكون صيفا بقلبه المطمئن. لا يحمل الورد هما بل يرفع الحب حلما وليس يسأل عمن يدعوه ألا يغني. غني إذن أنت غني وقل لحلمك أني آت وإن كنت أني بعد السماء بعيد. غني إذن أنت غني وقل لحلمك أني آت وإن كنت لأنه عاملينا سوا ببروغرام فيرجن أول ربيع أول حجر من سنة 10 شهور هيك شيء، بس كل واحد ببيته. على هلأ تحسن شوي الوضع بس بعد مع تباعد. وقد ما محى صور وتنكر يمكن نسي وقد ما محى صور وتنكر وقد ما بباله ربي النسيان يمكن نسي إنه نسي يمكن نسي إنه نسي وتذكر يمكن نسي إنه على جبينه مكتوب قصة عم تشرح مينه يمكن نسي إنه على جبينه مكتوب قصة عم تشرح مينو
بتصير طويعة لغياب وسنين، طويعة لغياب وسنين. يمكن نسي وقد ما محى صور وتنكر، وقد ما بباله لبن نسيان. يمكن نسي انه نسي، يمكن نسي انه نسي وتذكر. أول الدنيا بكرة، يعني مشان الأمل. الله يسمع منك. لا لازم تصدق، مش هيك إنه الله يسمع منك، لازم تقول إيه عن جد أول هالدنيا بكرة. طيب يا شباب. يس. مرق الوقت كتير بسرعة وصلنا للنهاية، بس قبل آخر غنية بدي أتشكر الفرقة الموسيقية الرائعة والأصدقاء يلي لولا هون يعني ما كان في كل هالموسيقى الحلوة اليوم. فعلى ساكس سوبرانو نضال أبو سمرة. تخلينا على القليل نحس بالزقفات. نتذكر على الإيقاع وليد ناصر. على القانون جهاد أسعد. كونترباس بشار فران. وقيادة الفرقة والتوزيع الموسيقي، وعلى البيانو ريان الهبر. وأكيد بدي أشكر كل فريق التصوير وفريق الصوت، فيصل، إلي، جون، شكراً كتير على الصوت، إخراج نعيم كيال، thank you so much، وكل اللي، وأكيد إشراف العام حسام عبد الخالق. ف thank you، شكراً لكل اللي اشتغلوا اليوم، وعلى أمل أنه المرة الجاية اللي حنلتقي فيها نلتقي نغني على مسرح وما تطول كتير الغابة. فيلا ريان. أحييتني ديها كل الأغاني سودان.
مقدسة ما أكثر الدم لكن ليس يطفيها، ونار حبك في روحي مقدسة ما أكثر الدم لكن ليس يطفيها. خذني إليك شكلني وكن صفتي، أحق أنت بروحي أن تسميها، أن تسميها، أن تسميها. يا قاتلي ولن أحييتك فيها، إن لم تكن فيها، إن لم تكن فيها. جراح حبك تذكار على جسدي، خير لا تداويها، لا لا تداويها. ترارا ما نمت إلا لأني قد أراك غدا، ما قمت إلا لشمس أنت تضويها، ما نمت إلا لأني قد أراك غدا، ما قمت إلا لشمس أنت تضويها. وما تركت صلاة في هواك جوا، فأنت قبلة قلبي إذ أصليها، إذ أصليها، إذ أصليها. يا قاتلي ولن أحييت فيها، كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها، إن لم تكن فيها. جراح حبي